بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالب حمدي العبسي. إن شاء الله بدي أعمل ملخص presentation لملخص عن الورقة العلمية اللي بتتحدث عن reformer، واحدة من المودلز نوعها transformer model، أحد المواضيع التوبيك الموجودة في الـ NLP natural language processing. هذه البيبر أصدرت أو أنشأوها مجموعة من الريسيرشر الباحثين في جوجل، نتحدث عنها وإيش هي، إيش مزاياها وإيش عيوبها، يعني إيش بتتكلم هذا البيبر. بداية الترانسفورمر موديل يعمل، أو يعني فكرته تعتمد مبنية على العمل على sequentially data، اللي هي أنا والله عندي مثلا فيديو أو ميوزك أو صوت مثلا عبارة عن sequentially data، data متسلسلة. بدي أنا مثلا أعمل understanding لفهم لسياق هذه الداتا، بمثلا أفهم سياق الجملة، مثلا أفهم المعنى بتاع الجملة من السياق مثلا، أو من الفيديوهات يكون عندي مجموعة من الصور المتتالية، وفي مثلا بيرسون عندي في هذه الصورة وبدي أعمل له تراكينج، أفهم إيش البوزيشن أو الحركة اللي هو عملها. فهذا كله بندرج تحت مفهوم sequential data، يعني أنا كيف أعمل understand ل sequential data depend on surrounding context. أحد الأمثلة زي ما قلت هنا، لو في عندي object أنا أو بيرسون بيظهر بالصورة وبعد فترة اختفى وبرجع بيظهر في صورة أخرى، أغلب المودلز الحالية بتصير عندها فورجيت لهذا الايفنت أو هذا الأوبجكت اللي صار. ففي صار عندنا مودلز خاصة بحفظ الأوبجكت أو ميمورايز لهذه الأمور. مثلا في اللانجوج دومين احنا كنا بنستخدم ال LSTM في ال Recurrent Neural Network مثلا، زي ما هو بحكي يعني فكرتها نحن عارفين زي ما الجميع عارفون الكونتكست ويندو، ان انا والله عندي ويندو تمام، ناخد حيز من الكلمات، بغطي الحيز من الكلمات يعني من 12 ل متكلم ل 100 وورد، وبنشوف العلاقة الكلمات هدول في بعضهم البعض بحيث أصل لمفهوم سياق الجملة عن طريق الـ LSTM Neural Network. تمام، مقدمة عن الترانسفورمر موديل. شو هو أول، إحنا يعني بنتكلم عن ريفورمر. ريفورمر هو أحد أنواع الترانسفورمر موديل، زي ما بصنفوه جوجل هو افضله، هيك هم بيحكوا في البيبر انه افضل ترانسفورمر موديل. طب شو هو الترانسفورمر موديل؟ هو عبارة عن ديب ليرنينج موديل، انشأوه في 2017. من التوبكس الخاصة بالناتشرال لانجوج بروسيسنج، هو شبيه في الريكارنت نيورال نتورك بحيث انه هو بيشتغل على زي ما قلنا على sequential data مثل تاسكات translation and text summarization. لو انا والله عندي نص وبدي اعمل له summarization انا ممكن استخدم هذا الموديل. احد الفروقات بينه وبين ال RNN انه ما بيعتمد عنه يدخل ال sequential data بالترتيب، بحيث انه يدخل الانبوت بالتتالي واحد واحد حتى يصل لاخر انبوت، لا هو ممكن يبدأ في النهاية يعني يشتغل بشكل باراليزم، بحيث انه كل الكلمات في نفس الوقت تدخل على الموديل، بشوف العلاقة بين هذه الكلمات وايش يعني ايش علاقة كل كلمة بالاخرى، بهدف انه يوصل لعملية الترانزليشن او التكست سمرايزيشن بناء على الكونتكست سراوندينج. حاليا الترانسفورمر موديل موجودين حاليا وطوروا بشكل كبير على translation by sentence by sentence، يعني جملة بجملة. أخذنا إحنا إنه ممكن نشتغل حرف بحرف أو كلمة word by word، أيضا في جملة بجملة. أنا أعمل مثلا في التاسك تاعتي
ترانزليشن تاعي باستخدام الجمل في الموديل، نعلم الموديل على جمل في الويندو كونتكست تبعي. ترانسفورمر طور هذه جزئية السنتنس باي سنتنس بشكل كبير، لدرجة انه يعني تحدث انه ممكن يعمل ويكيبيديا ارتكل من خلال مالتي دوكيومنتيشن سمرايزيشن، بحيث انه انا ممكن مثلا اعمل سمرايز لاكثر من دوكيومنت باستخدام هذا الموديل وانشئ منه ويكيبيديا ارتكل. هذه وجدت او سبب وجودها بسبب ان انا في الترانسفورمر قادر اهندل او اتعامل مع thousands of words في context window، يعني حجم الويندو اللي انا بتعامل فيها مع النصوص او مع الكلمات او مع الجمل ممكن تصل لالاف الكلمات في هذه الويندو context window. ف ايضا بتحدث انه انا والله ممكن استخدم الترانسفورمر ايضا خارج النصوص، بحيث انه انا والله مع انه السايز تبعي كبير شوية فانا ممكن انتقل من النصوص والترانسليشن لعملية للتعامل مع الصور والميوزك الموسيقى، بحيث انه انا اتعامل مع البيكسلز هذه sequentially بيكسلز في ويندو في كونتكست ويندو. تمام. طيب في عندنا ال problem statement، والله ماشي تكلمنا عن الترانسفورمر وشو هو وعن ايش عبارة عن شو. احد المشاكل اللي بتواجهنا في الترانسفورمر انه هو ال large context window الها limitation، يعني الها size بايثون، يعني صحيح احنا بنوصل لالاف ال words في ال window، لكن ايضا هذه تعتمد على ميموري وعلى يعني على عدد من البروسيسنج في الستيب الواحدة. لذلك يقول لك انه احد نقاط القوة في الترانسفورمر هي حاجة بنسموها الاتنشن، وهي عملية نظر او ربط كلمات ازواج من الكلمات داخل الويندو، بحيث ان انا افهم الروابط بين هذه الكلمات. يعني ايش والله في عندي مثلا كلمة زوج من الكلمات، ايش علاقة هذا الزوج من الكلمات بعضهم ببعض، بحيث انه انا اساعد الموديل في فهم سياق الجملة بشكل اكثر. فهذه نقطة القوة بتاعت الترانسفورمر، هي نفسها بتسبب مشاكل، بحيث مثلا لو انا عندي كيس معينة فيها 100,000 كلمة، لو بدي انشئ زوج من الكلمات كنت اضطر اعمل 100,000 في 100,000 وورد، لانه كل كلمة مع كلمة أخرى من باقي النص، بحيث إن أنا أربط كل كلمة بباقي الكلمات لأرى إذا في هناك يعني في كونكشن، في فهم، في علاقة بين الكلمة هذه والكلمة الأخرى للمساعدة في الفهم وتعلم الموديل هذا. فهذا بؤدي إلى عندي 10 مليار زوج في الستيب الواحدة عندي في الموديل، في بناء الموديل. وهذا طبعا إشي مش عملي، يعني هو مبنى هذه الفكرة، لكن انت بدك تحسن ايضا الازواج وعدد الازواج، وهذا احد المشاكل يعني اللي بتواجهها الترانسفورمر. بناء على المشكلة السابقة طبعا عندنا مشكلة صارت اللي هي في الميموري، بتكلم انه انا والله عندي لما يكون عندي ويندو كبيرة هتطلب طبعا ميموري ريكويرمنت عشان ايضا اوتبوت مالتيبل موديل لاير. فبناء عليه انا ما بقدر استخدم الترانسفورمر موديل على نص كبير قدر ما انا ممكن استخدمه على فيو باراجراف او انشاء جنريتنج شورت بيس اوف ميوزك، يعني مقطوعات صغيره قطع صغيره، بحيث انه انا لما يكون عندي مالتي لاير من هذا الموديل هيصير عندي يعني جزء كبير جدا 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 من الميموري، فأنا ما بقدر أستخدمه في مالتي لاير كبيرة إلا إذا أنا مثلا في مقاطع صغيرة ممكن أستخدم a few layers من هذا الموديل، بحيث إنه ينشئ لي paragraph أو ينشئ لي music piece of music، جزء من مثلا مقطوع. الريفورمر، لذلك الريفورمر
انتج الريفورمر، تقول هو عبارة عن ترانسفورمر موديل تم تصميمه للتعامل مع الكونتكست ويندو، بحيث يكون السايز لهذا الويندو اكبر من او بتعمل مع اكبر من 1,000,000 وورد. زي ما شفنا قبل كنا نتعامل مع 1,000 وورد في الويندو، حاليا في الريفورمر بتعامل مع اكثر من 1,000,000 كلمة في نفس، بقول لك في نفس الاكسلريتور، سنجل اكسلريتور باستخدام 16 جيجا بايت من الميموري. هذا طبعا عشان هيك هم بصنفوه كأفضل ترانسفورمر، efficient ترانسفورمر، يعني هو عبارة عن ترانسفورمر موديل لكن تعامل مع حجم كبير من الويندو سايز تبعي وبحجم ميموري يعني مقدور عليهم، وتعامل معه منطقي 16 جيجا بايت. وطبعا هذا التكنيك حلت مشكلة الاتنتيشن والميموري الوكيشن ليميتد، مع في نفس الوقت مع ويندو سايز كبيرة ممكن تتعامل مع نصوص أكبر ما كنت تتعامل فيها في الترانسفورمر العادية. هو بقول في الورقة البحثية إنه بتعاملوا مع مبدأ locality sensitive hashing، وهي فكرتها إنه يقلل الكومبلكسيتي في الاتنشن بحيث بيتعامل مع long sequentially و reserve residable، إنه هذه والله عندي كلمات معكوسة أو يعني متكررة بشكل معكوس، إنه يتعامل مع هذه الأمور بحيث إنه هذه الأمور بتحسن الإفشنسي عندي، فبالتالي بصير عندي memory available أكتر ممكن أستخدمها بشكل أفضل. هذا المبدأ هم المعتمدين عليه في الريفورمر اللي هو locality sensitive hashing LSH. زي ما قلت بيعمل reducing the complexity في الاتنشن في السيكوانشال، في اللونج سيكوانش، في السيكوانش سيكوانشال والكلمات المعكوسة هنا أو الأمور اللي ممكن تكون موجودة لكن بشكل عكسي معكوسة. تمام، هذه الأمور كلها لو بتعامل معها بحيث إنه يعمل لي memory available مع efficiency. طيب كيف اتعامل الريفورمر مع الاتنشن بروبلم؟ تمام، فهو كيف اتعامل الريفورمر مع الاتنشن بروبلم؟ هي اول مشكلة او اول تشالنج بتعامل معها خاصة مع اللارج تكست سيكوانش اللي احنا حكينا 1,000,000 بيغطي في الويندو. تعامل ال اس اتش مع هذه المشكلة استخدام الهاش فانكشن ماتشنج، بحيث انه انا والله عندي كل كلمة لها فيكتور وعمل الهاش لكل فيكتور، بحيث انه والله لو صار عندي هاشنج متشابهة او سيميلر هتكون في نفس المكان، بحيث انه يحطهم في نفس الترتيب او يعمل ري ارينج لهذه الفيكتورز. هذه هي فكرة اللي احنا حكينا فيها من الاول، انه هو ما بعمل مع الكلمات او الوورد اوردر بالترتيب انه الكلمة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة، لا، وفي عملية ري ارينج اعادة ترتيب للكلمات بحيث انه كل كلمة لها هاش لهذا الفيكتور، للفيكتور الخاص بالكلمة هذه. فالهاش ممكن يتشابه في بعض الكلمات خاصة اذا الكلمة نفسها similar word فهتكون لها نفس الهاش. تمام، فيكونوا قريبات، فمع عملية الري ارينج بيكونوا قريبات من بعضهم، بحيث بهذه الطريقة ممكن تساعد في فهم أكثر لهذه الكلمات أو هذه الأزواج من الفيكتورز. مثال إن في الترانسليشن تاسك، زي ما قلت كل فيكتور في أول لاير بيمثل وورد طبعا، والفيكتورز هذه ممكن يكون لها في different language لها نفس الهاش. تمام، مثال كيف هم بيشتغلوا، هو بقول لك انه والله انا عندي هاي كيز او بيرز ازواج sequentially، بعملهم بطبقهم في الهاش function، بصير في كل واحدة لها هاش خاصة فيها، الالوان المختلفة هذه انه انا والله عندي هذول الكلمات
إلهم تقريبا نفس الهاش الأحمر والأزرق. هو بيعمل عملية تري أرينج زي ما قلنا سورتينج، بوضع الهاش أو بناء على الهاش فانكشن بعملهم مجاورات، وبناء عليها بيشتغل على ويندو صغيرة لكل جزئية بسموها تشانك مثلا، بحيث إنه يشتغل مع كل تشانك فيها بارالايز في نفس الوقت. تمام، وهذا الإشي بيساعد أو بحسن بقلل من بقلل من الكمبيوتيشن لود، لأن أنا عمليات الكمبيوتيشن عندي بدل ما أخذ كل كلمة مع اللي بعدها كلمة هكذا، تجميع نفس الهاش عندي في نفس المرحلة في نفس المكان مع الشنك الصغيرة أشتغل عليها أفضل، وأعرف العلاقات بين هذه الكلمات المتشابهة أفضل بكثير من أنا أشتغل بشكل عشوائي. هذه هي أحد الحلول اللي وفرها بحيث أنه بناء عليها بقلل الكمبيوتيشنال لود. المشكلة الثانية الميموري، المشكلة الثانية اللي هي الميمورو، زي ما قلنا أيضا في ال LSH حلت مشكلة التمتيشن، لكن أي ما زالت مشكلة الميموري. هو بتكلم إنه والله لو عندي لاير واحدة في النتورك تطلب مني على الأقل مجموعة من الجيجا بايت في الميموري في على نفس الجي بي يو، على نفس السنجل جي بي يو. فعشان هيك الموديل هاد مع تعامله مع اللونج سيكونس تكست، لكن مع وان في وان في في لاير واحدة. لكن عادة انت طبعا تتعامل مع مالتي لاير مع الجريدينت ديستانس ايضا والاكتيفيشن فانكشن لكل لاير، كل هذا محتاج الى سيفت وإعادة تمريرها في الباك وورد باس يعني تحسين الايرور ريت. عشان هيك هو بقول لك عادة في الترانسفورمر موديل لما يكون في عندي والله 12 او اكتر من اللايرز، عادة بيستخدموا الكاش فاليو انه يحفظ او يعمل كاشينج للفاليو، وهذا الاشي بيحسن من او بيخفف على الميموري ران او الميموري. فهذه احد الحلول الاولى الموجوده في الترانسفورمر. فهو بيقول لك ايضا انا ممكن اتعامل معها في الريفورمر لانه هو احد انواع الترانسفورمر. لكن الحل الثاني الجديد اللي هم انشأوه في الريفورمر اللي هو اعاده احتساب الانبوت في كل مره في كل لاير حسب الحاجه لعمليه الباك بروباجيشن، يعني بدهم يعملوا ري كومبيوتد ذا انبوت، يعني بتعمل اي اعادة احتساب للانبوت نفسه، يعني اعادة احتساب الانبوت عند الطلب في الباك بروباجيشن بدل ما يعملوا تخزين لهذا الانبوت في الميموري. هذا احد الحلول اللي هم يعني انشأوها في الريفورمر، وهذا بصير عن طريق ريفيرزابل لاير، يعني لايرز معكوسة بشكل عكسي بتعمل مع الاكتيفيشن from last layer، يعني انه هو بيشتغل على reverse layer تستخدم الاكتيفيشنز من اخر لاير وصلته في النتورك، بحيث بعمل recovering activation from any intermediate layer. عادة في ال resident network أو عادة في كل layer بعمل stack keeping adding vector عشان يعملها pass through the network، يعني هو بعمل stack من ال vectors بحفظها عنده بروح بعملها passing لل network. في ال reverse layer بدل من ذلك هو بعمل two set of activation لكل layer، يعني في بكون عندي اثنين activation function في كل layer. مثلا في الصورة هنا ان هو ايش بيصير، ايش اللي بصير عندي ان هو بمرر في الاكتيفيشن بشكل عكسي بطرح الريزلت. هو بقول لك من الاخر انه انا بطرح السب اكتيفيشن سب تراك طرح الاكتيفيشن في كل لاير بترجع لي، يعني لقيت انا بعيد الفكرة ان انا بعيد احتساب الانبوت، بدخل في لاير عندي وبيطلع مني اكتيفيشن فانكشن
بدخل في الاكتيفيشن فانكشن بطلع منه اوتبوت مثلا. في الريفيرس لما يجي يعمل ريفيرس تمام نفس الريزلت رجع دخل بطرح من الاكتيفيشن برجع له الانبوت. هذا الانبوت انا برجع بستخدمه تمام في اللاير اللي بعدها وهكذا. الابليكيشن اللي بتعملوها او بتعتمد على الريفورمر زي ما قلنا في النوفل ابليكيشن لهذا الابروتش تمام اعتمدت على 1 مليون وورد لنفس السنجل اكسلريتور بحيث تتعامل مع 16 جيجا بايت من الميموري طبعا مع هاي افشنسي. هذا الريفورمر اعطاهم هاي افشنسي بحيث انه ممكن يتعاملوا مع داتا الكونتكست ويندو كبيرة جدا اكبر من العادية في الداتابيز الامور دومين داتابيز داتا سيتس اقصد اسف تمام. احد الابليكيشن هم اشتغلوا عليه بحيث انه زي ما قلنا انه مش معتمد فقط على الصور الحجم الكبير اللي هو بعطيه التعامل مع الويندو خلتهم انهم ممكن يشتغلوا على امور خارج موضوع النصوص بحيث انه يتعامل مع الصور او فيديوهات. احد الابليكيشن اللي عملوها موجودة على كولاب مرفوعة عندهم انه هم يعملوا تكملة للصورة يكون هذا السطر الاول هو عبارة عن الصور صور غير مكتملة يكملوا الصورة بيكسلز يعني يضيفوا بيكسلز يكملوها. وهذه كانت الريزلت لهذا الابليكيشن. فيعني هم خرجوا من سياق النصوص ودخلوا باستخدام هذا الموديل للصور تمام. هو بقول لك ايضا انا مثلا ممكن اتعامل مع الفيديو زي ما قال زي ما اشتغلنا على الصور ممكن اتعامل مع الفيديو هيك امور. بقول لك يعني في الفيوتشر انا لو كان عندي مور داتا سيتس اكبر ونصوص اكثر ممكن تعمل. وبقول لك ايضا انه الحقيقة اثبتت جدارتها بشكل كبير جدا في موضوع النصوص والترانسليشن والتكست سمرايزيشن تمام. الكونكلوجن ملخص البيبر تاعنا هم بيأمنوا في الكونكلوجن بيقولوا انه هو الريفورمر هيعطي أساسيات في أو البناء الأساسي للفيوتشر ترانسفورمر موديل للونج تكست أبليكيشن لونج تكست كونتكست تمام في الناتشرال لانجويج بروسيسنج. هم بيقولوا أيضا بناء على هذا الريسيرش هو هيفتح مجال في التعامل مع النصوص الطويلة جدا طبعا مع مع تحسين للأداء الخاص بهذا الريفورمر في المستقبل أيضا. طبعا صحيح هم تعمل مع نصوص طويلة لكن أيضا بقول أنه هو أيضا في نصوص أطول من هيك تعمل مع نصوص أكبر حجما. وأيضا الريفورمر هذا ممكن يكون البنية الأساسية لهذه الأفكار القادمة في المستقبل. هذا هو كان الملخص للورقة العلمية. اقتبست يعني أجزاء من الورقة بحثت عن أمور خارج يعني عن الموضوع بشكل خارجي. هذه هي الورقة العلمية وهذا هما نتائجهم اللي أظهروها في الفروقات بينهم وبين الأوراق العلمية أو related work الأخرى في أنواع الترانسفورمر. نكتفي بهذا الملخص لهذا الموضوع. ويعطيك العافية دكتورنا وألف سلامة إن شاء الله على الجميع.